أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 13.2% سنوياً لتسجل مستوىً قياسياً عند 31.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، وبلغت التحويلات من إبريل إلى يونيو 8.1 مليار دولار ارتفاعاً من 6.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2020. أكد وزير البترول طارق الملا أن صناعة البترول العالمية شهدت تحديات كبيرة نتيجة جائحة كورونا، وخلال اجتماع بشركتي خالدة وقارون عبر الفيديو كونفرنس أكد الملا أن جائحة كورونا أثرت على أسعار البترول العالمية، وأن الفترة القادمة ستشهد نموا في الأنشطة البترولية نتيجة تحسن مستويات الأسعار. وأضاف الوزير أن ذلك يمهد الطريق لزيادة الاستثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة ومن ثم زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق البناء والشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الأجانب ومن ضمنهم شركة أباتشي العالمية كان له أثر جيد في مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة. إلى البورصة المصرية، حيث تراجعت مؤشرات السوق الرئيسية لدى إغلاق التعاملات متأثرة باتجاه تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، قابلها عمليات شراء من جانب المستثمرين الأجانب والعرب. وسجل رأس المال السوقي مستوى 729.8 مليار جنيه. وبالنسبة لأداء المؤشرات، انخفض مؤشر إيجا كثيرتي بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 11149 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجا اكس 70 بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة. وهبط مؤشر إيجا اكس 100 بنسبة 1.41% ليغلق عند 3855 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و65 قرشا للشراء، 15 جنيها و78 قرشا للبيع. كما سجل اليورو 18 جنيها 50 قرشا للشراء، 18 جنيها 66 قرشا للبيع. ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 21 جنيها 64 قرشا للشراء، 21 جنيها و82 قرشا للبيع. بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع. ووصل سعر الريال السعودي إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و21 قرشا للبيع. في بريطانيا، سجل معدل التضخم في أغسطس الماضي أعلى مستوى له في 9 أعوام، وارتفعت أسعار المستهلكين 3.2% على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادة سنوية 2% في يوليو، وهو أعلى معدل منذ مارس 2012 بحسب مكتب الإحصاء الوطني.